الكرة، كما نعلم أن تعطى علاقة الحجم ب V تساوي 4 على 3 في P في R تكعيب، و P قلنا نأخذها 3.14، V تساوي 4 على 3 في 3.14 في 1.5 تكعيب، V تساوي 4 على 3 في 3.14 في 3.375، ومنه V تساوي 14.13 سنتيمتر مكعب. ولا ننسى الوحدات. ننتقل إلى التمرين الثالث. التمرين الثالث يقول: مساحة كرة هي 100.48 سنتيمتر مربع، ما هو نصف قطرها؟ تدور النتيجة إلى 1 ملليمتر. ما هو حجم الجلة الناتجة وتدور النتيجة إلى 1 ملليمتر مكعب؟ إذن ملاحظة، نأخذ P تساوي 3.14، نقوم بالحل. حساب نصف قطر الكرة التي مساحتها 100.48 سنتيمتر مربع، تعطى العلاقة المساحة ب A تساوي 4 في P في R تربيع. نقوم بعملية التعويض، نعوض المساحة بما يساويها و P بما يساويها، تعطينا 100.48 في R، تعطينا 100.48 وتساوي 4 في 3.14 في R تربيع، و نصف القطر هو المجهول، تعطينا 100.48 تساوي 12.56 في R تربيع. وهنا نقوم باستخراج R تربيع. R تربيع تساوي 100.48 قسمة 12.56، ومنه R تربيع تعطينا 8. نريد البحث عن نصف القطر وليس نصف القطر تربيع، إذن نصف القطر يساوي جذر 8، ومنه R تساوي بالتقريب 2.828. وفي السؤال المطلوب تدوير النتيجة إلى 1 ملليمتر، إذن نقوم بتدوير القطر إلى 1 ملليمتر، يعني ندور النتيجة إلى 1/10، أو نقول 10^1، أو نقول 0.1. ونلاحظ أن 8 قبلها 2، إذن R تساوي 2.8 سنتيمتر. حساب حجم الجلة التي تعينها هذه الكرة. إذن V تساوي 4 على 3 في P في R تكعيب. نقوم بالتعويض، V تساوي 4 على 3 في 3.14 في 2.8 تكعيب، ونأخذ النتيجة التي قمنا بتدويرها. V تساوي 4 على 3 في 3.14 في 21.952. نقوم بالحساب، V تساوي 1 تساوي بالتقريب 91.957. وهنا المطلوب ندور النتيجة إلى 1 ملليمتر مكعب، يعني ندورها إلى 10^3 أو 1/1000، أو نقول 0.01، ومنه الحجم يساوي 91.906 سنتيمتر مكعب. وفي الأخير نتمنى أنكم قد استفدتم من هذا الحل، وبالتوفيق لأبنائنا التلاميذ.